عودة بكل محبة أيها الأحبة إلى آخر محطة من محطات الليلة من أمسية الخميس من برنامجكم من عمان. نتحدث فيها عن مشاركة سلطنة عمان في المؤتمر الطبي الأوروبي للتنويم الإيحائي، كان في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 26 وحتى 29 أكتوبر الماضي تحت شعار التنويم الإيحائي غذاء للجسد والعقل. تفاصيل مختلفة عن هذه المشاركة الفاعلة للسلطنة من خلال خبير شؤون الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية دكتور زهير بن الحبيب بن عياد بن يحيى. مساك الله بالخير دكتور زهير، نرحب بك في برنامج من عمان. مساك الله بالخير. أول شيء شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة على الاستضافة والمتابعة الدائمة لإنجازات السلطنة. واجب. نتحدث عن هذا المؤتمر، المؤتمر الأوروبي 16 للتنويم الطبي الإيحائي. نعم. هذه المؤتمر العلمي الطبي العالمي. نعم. كما ذكرتي أستاذي، تم المؤتمر 16 الأوروبي 16 للتنويم الإيحائي الطبي والإكلينيكي، تم في استقبلته مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الماضي. يعتبر هذا المؤتمر في دورته 16 هو كأكبر مرجع فني وعلمي لمجال التنويم الإيحائي الطبي والإكلينيكي. جميل. عالميا يعني. جميل. سجل فيه 422 مشارك بالضبط من المختصين والأساتذة الدكاترة في كل مجالات الطب، لكن مع الطب معه اختصاص التنويم الإيحائي اللي هو تخصص بحد ذاته. قوة هذا المؤتمر الدولي، وهو أقوى مؤتمر دولي في مجال التنويم الإيحائي، إنه حضور الخبراء والأكبر خبراء ومراجع علمية في العالم. تمام. نذكر دكتور مارك جونسون من أمريكا، وهو مختص في التنويم الإيحائي لعلاج الألم، يعني عنده مراجع. نذكر الدكتور فيتوسي جيرار فرنسي، معه معجم التنويم الإيحائي الطبي، يعني مراجع كبيرة. بالضبط. واستفدنا وكان علينا ضغط بصراحة. السلطنة عموما يعني لقت شرف المشاركة كالدولة العربية الوحيدة، وأنت نعم. دكتور نلتم أيضا شرف تقديم نعم. ثلاث أوراق كأيضا عربي وحيد في نعم. هذا المؤتمر. نتحدث عن هذا الإنجاز قبل ما ندخل في تفاصيل أوراق العمل. إن شاء الله. بفضل الله وتوفيقه كانت عمان هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة. كل دول العالم تقريبا 72 جنسية كانوا موجودين. الجنسيات العربية كانت سلطنة عمان. والتوفيق الثاني من الله سبحانه وتعالى أنه أنا قدمت 5 أوراق عمل، قبل منها اللجنة العلمية قبل الثلاثة، بشرط أنه أهم واحدة تعاد. قدمت في الجلسة الافتتاحية أول يوم، ثم أعيد تقديمها في آخر يوم لأهميتها. الأوراق ممكن نأخذهم بالتفصيل بعد قليل. فهذا الحدث يعني لأنه المجال جديد، مجال الطب التنويم الإيحائي في دولنا العربية بعدك في بداياته. ولله الحمد يعني بحضورنا في هذا الملتقى وقبول هذه الأوراق، 3 أوراق وتقدم في 4 حصص، يعني الحمد لله إنجاز كبير ونشكر الله عليه. احنا رح ندخل في تفاصيل الأوراق، لكن في سؤال نعم. يشكل هاجز يعني نعم. احنا اليوم كمتابعين بشكل نعم. عام لهذا العلم نعم. نعرف الطب المغناطيسي نعم. فهل هو نفسه الطب الإيحائي نعم. ولا مختلف نعم. او التنويم دائما التنويم. أستاذتي، هذا الفكر السائد. نحن كمختصين ومؤهلين في الميدان نفرق ما بين التنويم المغناطيسي اللي هو المسمى القديم والتنويم الإيحائي الطبي أو الكلينيكي. نعم. الفرق أنه التنويم المغناطيسي هو ما نشوفوه في الأفلام ونشوفوه في الحفلات، والمنوم وينوم الناس وكانت الناس تمشي وتنام ويعطيهم أوامر. نحن في المجال الطبي الإكلينيكي ملتزمين بالقواعد الطبية وسر المهنة وكذا، ما نقدر ننوم إنسان إذا هو ما راغب وطالب هذه الخدمة على أساس أنه نساعده على حل مشكلته.
فهذا الفرق. التنويم كان سابقا كان اسمه تنويم مغناطيسي، لكن من السبعينات في القرن الماضي ولما رجعت البحوث والدراسات والجامعات، كليات الطب، جامعة واشنطن مثلا في قسم تأهيل الطب التأهيلي، هناك قسم كامل يترأسه البروفيسور هذا مارك جونسون مختص في دراسات التنويم الإيحائي الطبي لمعالجة الألم، يعني دقة تخصص تحت التخصص، ففي دقة وفي علم وفي مناهج رسمت. فصرنا الحين ما لا نسولف على التنويم المغناطيسي، تركناه للحفلات والناس اللي تسوي الشو وكذا كذا. نحن كمختصين وملتزمين بالطب وبالعلاجات الطبية نسميه التنويم الإيحائي. نعم. طيب، نتحدث عن ثلاث الأوراق اللي قدمتها خلال هذا المؤتمر الأسبوع الماضي. بحمد الله، كما قلت، أهم ورقة كان عنوانها التنويم الإيحائي في الحضارة العربية والإسلامية. جميل، نعطينا نبذة دكتور. نعم، هذه لقت اللجنة العلمية، يعني أصرت أنها تقدم مرتين. الورقة الوحيدة في كل المؤتمر قدمت مرتين. ليش؟ الأسباب التالية: إحنا لما ندرس ولا ندرب طلبتنا على التنويم الإيحائي فلازم نعطيهم فكرة على تاريخ تطور هذا المجال. تفتحي أي كتاب في العالم ما بتحصليهم يسولفوا ولا يتطرقوا إلى إيش قدم المسلمون والعرب في هذا المجال. صح. رغم أنه حتى الزملاء من كل الجنسيات يعترفوا أنه ابن سينا كان من أول الناس اللي وصف التنويم الإيحائي. في الورقة اللي قدمتها واللي يعني جلبت انتباه الباحثين والأكاديميين، أني قلت أنه القرآن أتى في التنويم الإيحائي، ذكر في جانبين. الجانب الأول في سورة الكهف، فسبحانه ربنا نوم أصحاب الكهف 309 سنة. وإيش معناها نومهم؟ يعني هم ما نوم طبيعي، بس بأمر من الله سبحانه وتعالى ناموا 309. والنوم هذا كانت فيه أوامر، مثلنا احنا نعطي أوامر للمرضى مالنا لما بعد ما يدخلوا في مرحلة النوم نعطيهم أوامر. أوكي؟ فالله سبحانه وتعالى يعطى أوامر، صار يقلبهم يمين ذات اليمين وذات شمال. الشيء اللي لم يتطرق له أحد قبل إنه التنويم الإيحائي ذكر بوجهين في القرآن الكريم. ذكر بأنه التنويم الإيحائي من عند الله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى نوم أهل الكهف. لكن الشيء الثاني أنه سيدنا موسى عليه السلام لما قابل السحرة، فلما نرجع للآية القرآنية أوحي له أنها حيوانات، أنها ثعابين كذا كذا. فالموقع الثاني هو أنه في القرآن الكريم أنه التنويم الإيحائي صار أيضا بأمر بشري، اللي هم السحرة اللي قابلوا سيدنا موسى عليه السلام. فهذا الفارق، هذا اللي جلبت الانتباه وكانت موضوع نقاشات، يعني أثناء مناقشة المحاضرة وبعدين، يعني الزملاء ما خلونا نرتاح في البريك ولا في الأكل، دائما الأسئلة كانت. الجانب الثاني الدراسة، عمق دراستي على ما قدمه ابن سينا في كتابه الشفاء. ابن سينا قدم أشياء، يعني احنا في القرن 21 نبحث فيها ونعترف بفعاليتها. هذه الورقة الأولى اللي كانت أهم شيء. جميل. الورقة الثانية، الورقة الثانية تضمنت تجربة شخصية دامت 7 سنوات لعلاج تلعثم الكلام عند المراهقين والأطفال. كنت رئيس قسم في مستشفى في أحد الدول العربية، ورئيس قسم تأهيل، ومدة 7 سنوات استقبلت 265 حالة من أطفال يعانون من تلعثم الكلام، ما يسمى باللغة الإنجليزية stuttering، يعني تأتأة أو تلعثم الكلام. وكنا فريق كامل، كان دوري أنا إذا الطفل تأكدنا أنه ما عنده مشكلة عضوية، يعني مشكلة في السمع أو مشكلة في الأحبال الصوتية ولا كذا، فأنه أكيد أنه السبب بيكون نفسي. صحيح. يعني قساوة الأب وقساوة الأم، تعرض للعنف أو كذا كذا. فكنت في 7 سنوات
عالجت 265 طفل وكانت النتائج نفس الشيء بالتنويم الإيحائي. نعم نعم، عالجنا تلعثم الكلام بالتنويم الإيحائي. إيش الآلية إذا ما ندخل في التفاصيل؟ صحيح. إنه هو ليش يتلعثم؟ لأنه إحنا بينت دراسة الحالة ماله إنه كان في مشكل مع الوالد مع الوالدة، عنف لفظي عنف جسدي. فإحنا كتنويم إيحائي إيش نسوي؟ نخلي المراهق هذا يدخل في حالة نوم ونعيد بناء، نهدم صورة الأب العنيف أو الأم العنيفة، نهدمها أوكي، ونعيد في طبعا عدة جلسات نعيد بناء صورة أب يتقبل وأب رحيم ولا أم رحيمة ولا إنسان يعني يعطيه المجال أنه يعبر على نفسه. فصلحنا الحمد لله نتائج البحث أنه 70% من هذو الأطفال رجعوا إلى الكلام العادي وغابت التأتأة أو التلعثم. ممتاز. و30% استرجعوا حوالي 60% من إمكانية الكلام السليم. جهود ممتازة دكتور. الورقة الثالثة كانت نفس الشيء، دراسة ميدانية دامت مدة سنتين خصوص كبار السن في أحد الدول الثانية. يسجلوا الكبار السن في مأوى العجز ولا غيره، فسوينا دراسة شملت 30 مسن، لاحظنا أنه عليهم 17 منهم دائما مكتئبين ومنزويين. فسوينا البحث الميداني، تبين أنه سبحان الله أنهم قسمناهم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانت تحمل ثورة داخلية ضد المؤسسة دار الرعاية، ما مرتاحة فبالجلسات، هذا الفريق الأول من المسنين. الفريق الثاني كانت عندهم نفس الشيء، غضب شديد على أبنائهم اللي سجلوهم في دور الرعاية المسنين، وكانت نسبتهم خمسة أشخاص. والبقية كانت عندهم إشكالية مع ستاف، مع الناس اللي ترعاهم، كانت في مشاكل وكانوا حياتهم تغيرت بعد ما سجلوهم في دور الإقامة هذو، صاروا ما يطلعوا للسوق زي ما يريدوا، ما في حرية. فاستعملنا معاهم هذو جلسات تنويم إيحائي. هدفنا من هذه الجلسات أنه للفريق الأول أنه نعيد نهدم صورة الصورة السلبية عن دار رعاية المسنين ونعيد نبني صورة إيجابية. وبالنسبة للفريق الثاني اللي عنده مشاكل مع أسرته أبنائه، يعني نفس الشيء، صرنا نهدم ونبني، نهدم السيء ونبني الجيد. نعم، يعني وأنت تتحدث دكتور وتخبرنا عن يعني دور التنويم الإيحائي في علاج هذه المشكلات الطبية إن صح التعبير. نتحدث، نود أن نركز على مزايا التنويم الإيحائي. نعم. إيش مزايا اليوم؟ كل العالم هو في تاريخ التنويم المغناطيسي بالنسبة للمختصين في علم النفس، مع فرويد استعملوا فرويد، سيغموند فرويد استعملوا فترة معينة بعدين تخلى عنه. فأغلب الدول الأوروبية تخلت عنه إلا الأمريكان والروس، الاتحاد السوفيتي سابقا، ظلوا يواكبوا في النتائج مالهم وفي البحوث مالهم ويطوروا في الطريقة هذه. المزايا ماله متعدة. إذا أخذنا الجانب الطبي والسلوكي نقدر نغير به شخصية الإنسان نحو الأفضل طبعا، لأنه إحنا زي ما خبرتك نحن ونسنا في التنويم الكلاسيكي. نعم. يعني للشو أهداف نبيلة، أهداف طبية سلوكية نبيلة. نعم. فنغير ميزاته حتى اقتصادية. يعني دكتور مارك هذا جونسون الحين تسوى عمليات جراحية عصبية على الجهاز العصبي دقيقة جدا، 5 ساعات 6 ساعات، وأي حتى السادة المشاهدين يقدروا يفتحوا على اليوتيوب ويكتبوا عمليات جراحية بالتنويم المغناطيسي بدون تخدير. نعم. فربحنا يعني التكلفة. هل يستطيع أنه التنويم الإيحائي أن يحل محل التخدير؟ طبعا هذا مثبت وموجود على اليوتيوب، أي إنسان يقدر يكتب بس التنويم الإيحائي والعمليات الجراحية ويحصل. ولماذا اليوم لا نتجه نحن إلى ذلك؟ هل فعلا. يعني نقص غياب الخبرات سبب؟ نقص غياب الخبرات العربية أولا. ثانيا الحين حان الوقت أنه نبدأ، وهذا اللي بغيت أنا ومنتم مشكورين أني أوصله. الحين احنا كدولة عربية، سلطنة عمان أول دولة عربية تشارك في المؤتمر بهذه الكثافة، يعني قدراتنا موجودة. صحيح. نقدر ننشر، نقدر ندرب، يعني جامعة واشنطن عريقة جدا،
الأطباء لازم يدرسوا مقرر للتنويم الإيحائي. أطباء الأسنان، أطباء الجراحة، أطباء الطب العام. يعني الحين حان الوقت إنه، وهذه فرصة بصراحة في مجالي، هذه فرصة على أساس إنه ننطلق انطلاقة صحيحة. ويعتبر من الابتكارات. نعم. يعني الحكومة الرشيدة توجه وتشجع الابتكارات، هذا ابتكار. يعني حان الوقت ننادي بقسم أو حتى مركز. ننادي أول شيء ننادي به، وهذا نوجهه المعالي دكتور الصحة الموقر دكتور هلال. نعم دكتور هلال، وهو ابن الميدان. صحيح، وهو طبيب. الحين حان على وزارة الصحة أنها تسوي اعتماد، فلازم هذا الإنسان اللي ندربه ونخليه بيدخل يمارس لازم يكون معتمد زيه زي الطبيب زي الصيدلاني زي فالحين حان الوقت إنه نبدأ. هذا ممكن، نحن موجودين، وفي في عمان لست الوحيد، في يعني في أسماء معروفة في عمان، قليلين صح، لكن الخبرة متوفرة، وإذا دربنا وبدينا ننشر فإله مردودات جدا إيجابية. نتحدث عن هذه المردودات. نعم. كتشجيع أيضا. نعم. واقتناع. كختام لهذا الحديث، كختام من وجهة من جهة من وجهة نظري المهنية، إنه لازم نبدأ وإحنا ما ناقصنا شيء، ولازم نطور بحوثنا. ونفس الشيء نداء إلى معالي الدكتورة وزير التعليم العالي والابتكار، يعني إنه تشجع على هذه الملتقيات، المشاركة الملتقيات وتطوير القطاع، وهذا ممكن جدا. كل التوفيق لكم دكتور. شكرا على حديثك الليلة في برنامج من عمان عن المؤتمر الطبي الأوروبي للتنويم الإيحائي، وبإذن الله هذه المنادى والمناشدة يعني تكون واقع خلال الفترات القادمة، وهذا ما نؤمن به دائما القائمين على أن تكون عمان دائما نحو الأفضل في كل القطاعات. شكرا دكتور زهير بن الحبيب بن عياد بن يحيى، خبير شؤون الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، سعدنا جدا بك. شكرا لكم وأدامكم في متابعة إنجازات السلطنة بإذن الله. وعمان دائما بها من الإنجازات ما لا يحصى ولا يعد، ولكن نحاول من خلال هذه المساحة المسائية أن نعطيكم زوايا قليلة وصور أيضا قليلة من صور كثيرة في هذا الوطن، فتحية لكل من يعمل في تلك الصور التي لا يصلها ضوء أبدا في برنامج من عمان. نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل بعد إجازة تقضونها مع الأهل والأحبة بكل سعادة، وإلى اللقاء.